لملمسها نعومة تفوق أغلى أنواع الحرير، وللونها بريق فاق الياقوت النقي وملكات جمال العالم. ظهرت أمام السوريين فأبهرتهم، ولم يحتمل أصحاب المهمة الخاصة حيالها أن يتمالكوا أنفسهم. فماذا حملت لهؤلاء الذين دفعتهم الجرأة إلى لمسها؟ انبثقت الأراضي السورية الخضراء عن أعجب كائنات العالم. إنها نبتة تتنفس وتأكل وتشرب وتظهر أمام الناس جماعات متراصة، ولقد تبين للخبراء أنها تتفاعل مع البريق الساقط عليها من أشعة الشمس. فماذا خبأت في طياتها؟ من كان يتخيل أن لهذه الأوراق البراقة أسراراً تخبئها بين طياتها الصغيرة، وهي التي كانت ذات يوم منظراً جمالياً لدى هؤلاء المرة لا يكترثون بها ولا ينظرون إلا على سبيل التسلية، لكنها ظلت ملازمة لهؤلاء الذين كان من نصيبهم أن يتجاوزوا جميع الأزمات التي مروا بها لمجرد وصول الرحيق إلى أنوفهم، يتنفسون الصعداء من بعد أن يلامس هواؤها أجسامهم. مرت الأيام، وكان نصيب السوريين من ذات الأوراق الحمراء في الحصول على رحيق تحسين الحالة النفسية كما أسموه، لكن هناك في المختبرات العالمية كان للفرق التي حصلت عليها من باطن الأراضي السورية مهاما أخرى استغرقت أشهرا من أعمارهم في المراقبة والمقارنة والاختبارات الحساسة من خلال الأجهزة والمواد المتفاعلة مع طيات الأوراق الياقوتية الحمراء. وصلت المعلومات عن ذات الأوراق الحمراء إلى الداخل السوري، وقرر المسؤولون إسناد مهمة خاصة إلى أرقى فريق علمي مدرب على دخول أصعب المواقع والحصول على نتائج سريعة ومؤكدة بشأن الأحياء النباتية. اجتمع مسؤول كبير بالفريق المختص في إحدى الجهات العلمية، وكانت المهمة محددة الأهداف والتوقيت. فجأة على صوت المسؤول بدون سابق تنبيه، وأخبر الحضور بأن عليهم وضع التقارير الكاملة التي تم التوصل إليها حول الأوراق المطوية، لأن النتائج التي سيتم الحصول عليها من ملخصات هذه التقارير سيتم من خلالها تمثيل اسم سوريا في فعاليات دولية. علم الفريق المكلف بحساسية المهمة، وأخيراً تم التوصل إلى النتائج الهامة التي احتفت بها رئاسة الوزراء السورية رسمياً، وتبين أن ذلك المكون النباتي المنتشر في عدد من المحافظات السورية به مواد خاصة من أغلى مواد الاستشفاء في العالم، شريطة أن يكون استخدامها وفق الضوابط العلمية المقررة من دون أي اجتهادات يباشرها غير المتخصصين. ويفسر ذلك مدى الاهتمام الدولي بالأراضي السورية وبذات الأوراق المطوية تحديداً، والتي تضمن الحصول على مستخلصات طبيعية تغني مستخدميها عن دفع تكاليف مالية كبيرة لدى شركات الأدوية. أما عن أرباحها فحدث ولا حرج، فهي تضمن للحاصلين على تحقيق ثروات طائلة لمجرد نجاحهم في جمعها والحفاظ عليها قبل الدخول بها إلى مرحلة التصنيع القائم على فصل المواد النادرة منها، والدخول إلى خطوط إنتاج على مستوى دولي لتكون لدى كبار الدول المصنعة على قوائم الترقب البيضاء لشرائها. إنها الوردة الشامية الحمراء التي أذهلت السوريين والعالم.